إذا كانت دال سين تساوي سالب 2 سين ناقص 3 أوجد لي دال عند 6 قيم سين وحط بدلها 3 إذا دال عند 6 يساوي سالب 2 ضرب 6 ناقص 3 نعمل الضرب أول حاجة إذا سالب 12 ناقص 3 إشارة الاتفاق سالب نجمع العددين 15 إذا الجواب هو سالب 15 يعني الخيار ب هو الخيار الصحيح.